اسمع المولي. الوغ اول شيء انا ضد لا بوليميك، كنحملش استعمال حياه الفنان او حياته الشخصيه فانه يدير لو بوز ويدير، وانا ما كنديرش هذه المساله هذه. انا انستغرام مزيان نعرفوها، انستغرام عاد مؤخرا درت الكونت ديالي. علاش؟ لان كاين ان فو كونت، واحد شي حد داير الكونت بسميتي وكيشتغل به بحال انا وكيهضر بسميتي الى اخره، ودخلت معاه الانستغرام وقلت له الله يخليك راه خصك تسد هذا الكونت هذا وبلوكاني. دونك اضطريت ندير الكونت ديالي باش الناس يعرفوا، كنبوستي مره مره شي حاجه للخدمه ولا شي حاجه باش الناس يعرفوا بلي راه هو هذا شر لابد منه مالوغوزمون لي ريزو سوسيو. باش نرجع لعثمان مولين، عثمان هو صديق عزيز عليا بزاف بحال اخ ديالي، وبحال اللي قلت حياتي الشخصيه هي حياتي الشخصيه، دونك ما كنبغيش لا بوليميك في هادشي. فوالا. الوغ لو سينما اللي بغيت نهضرت عليهم، لي بروبوزيسيون ايجيبسيان لا لحد الان ما تقترحش عليا عمل مصري، وانا ما عنديش زعما شي موقف لا من عمل مصري لا من عمل امريكي لا من عمل سوري. المهم عندي هو الدور، هو العمل يكون عاجبني وراضي عليه، لان كنامن انه الفن هو يونيفرسال، يعني فوالا ما كاينش ما عندوش وطن، ما عندوش الا شقيت راسي فشي فيلم عجبني غادي نقبلو، الا ما عجبنيش الدور ما غنقبلوش سواء واخا يكون فيلم في هوليوود. مؤخرا اشتغلت فيلم فرنسي اللي هو بروندر لو لارج مع غايل موريل ومع ساندرين بونير، وكان فيلم كانت تجربه زوينه بزاف وعجبني الحال اشتغل مع ساندرين بونير اللي كنحترمها وكنقدرها بزاف كممثله. الوغ شكون علاش ما كنكتبوش ادوار للممثلات؟ كنظن انها موجه. علاش؟ لان كتبنا في واحد الوقت في 97 اواخر التسعينات جات موجه ديال نكتبوا للنساء، لان ستيفوندور كتبنا مجموعه افلام ودارت مجموعه افلام، دازت هذيك الموجه صافي. دابا شفنا حاجه اخرى كتبيع بلا ما ندخل في لي ديتايل، شي حاجه اللي فيها ريمور اللي فيها شويه ديال التهريش صافي كيبيع، دونك خصنا نبقاو نكتبوا في هذاك لو سونس. كاين كذلك كنظن انه مساله سياسيه كذلك، حاليا الوضع السياسي ما كيشجعش بزاف اننا نكتبوا للنساء ونكتبوا ادوار النساء وادوار النساء حرات بين مزدوجتين. فوالا مي غدوز الموجه عاوتاني، حنا نتسناو الموجه تدوز جسدا. الو في حياتي اليوميه انا انسانه بسيطه جدا، و انعم الله علي باشياء كثيره، نعم علي بالمهنه ديالي انني نشتغل في عمل انا كنحبو، هذه اكبر نعمه من عند الله سبحانه وتعالى.